بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم خلال شهر الفضيل، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم سعيد. بداية حابة أشكر المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية على صبرهم وتعاونهم مع السفارة والملحقيات والقنصليات خلال هذه الأزمة العالمية لفيروس كورونا. أثبتوا يا أطباء السعوديين في أمريكا والأندية الطلابية تفانيكم لخدمة مجتمعاتكم في هذه الأزمة، ويدا بيد رح نتجاوز هذه الفترة الصعبة بإذن الله. وقد واجهنا الكثير من الأزمات من أعاصير وكوارث طبيعية في الولايات المتحدة، ونجحنا مع بعض في اجتيازها. قيادتنا الرشيدة قالت لنا كلنا في بداية هذه الأزمة كلنا مسؤول، وأنتم كنتم وما زلتم قد المسؤولية، وبإذن الله بنزيد عدد الرحلات في الفترة الجاية لتسهيل عودتكم إلى أرض الوطن. أحب أهني كل أبنائي وبناتي الخريجين والناجحين في الولايات المتحدة هذا العام. فخورة فيكم يا سفراء الوطن. مع الأسف لم تسمح الظروف للاحتفال بتخرجكم مع جامعاتكم ومدارسكم وأهاليكم، ولكن نجاحكم خلال هذه الأزمة يعتبر شهادة بحد ذاتها يشهد لها التاريخ. وكل عام وأنتم بخير وعيدكم سعيد مع أهاليكم وأحبائكم، والله يحفظكم جميعاً من كل مكروه. السلام عليكم.